هذه حديقة طريق زمور رابع عيد. نعم الناس راه فيها كيلعبوا الضمة. الناس استنسى، الناس خارجة مستنسى. رائع، شيء رائع جدا، شيء ممتاز. ناس مستنسى، اللي جالس مع العائلة جالس مع العائلة، اللي كيتمشى كيتمشى، شيء رائع. أعطيك واحد 360 درجة من هنا، 360 درجة. شديد، هوا شديد. المسجد هذا الكوثر يعتبر ثاني مسجد، أكبر مسجد في كازا بعد الحسن الثاني، بعد مسجد الحسن الثاني ثاني أكبر مسجد. شيء خرافي جدا. في الحديقة هذه كتلقى المتقاعدين اللي هذا كيلعبوا الضمة، يلعبوا كارطة، هذوك هناك كيلعبوا الضامة. ناس كتلعب الضامة. هو رائع، جميل 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 جدا، هو رائع جميل. طريق الزمور هنا، ها هو طريق الزمور. غروب زوين، شيء خرافي الغروب. هذا سنتر كولتيرال امتداد طريق الزمور. طريق هذا سنتر كولتيرال ار فيفون، ليزار فيفون. سنتر كولتيرال ليزار فيفون. الدراري كيلعبو كلشي. سنتر كولتيرال مسجد الكوثر هناك. يا الله يا الله، شوف الدولة زرعة ورود وزرعة شيء رائع. الحكومة زرعة شيء رائع. غير الناس إلا ما بغتش تتمتع، غير الناس إلا ما بغتش تتمتع بالجلسة هنايا. هذا في الحي الحسني البركة اللي هو طريق الزمور، شيء خرافي. الناس كتصورها، شيء عادي الناس يتصورون، رائع. شوف هذه الوردة، شيء رائع جدا. شوف هذه كيف متفتحة هنايا.
هذه واحدة أخرى ثانية. رائع جدا. عاملين ملاعب، عاملين حديقة رائعة جدا على طريق زمور. رائع جدا. الناس خرجت عيادات وخرجت ما كانت كازا خاوية، كانت الدار البيضاء البارح والبارح خاوية. ايه شاطر خاوية، ايه شاطر الدنيا. الحياة